طب خلاص بقى، خلينا السنه دي يعتبر في الدوري انتهت بالنسبه للزمالك. السنه الجايه بقى مع تدعيمات الزمالك، معاك الاهلي، الاتحاد، شايف ان السنه الجايه شكل الدوري هيبقى عامل ازاي؟ هبقى قوي طبعا. الصفقات الكابتن المستشار احمد مرتضى منصور ومرتضى منصور جابوها، يعني صفقات طبعا قويه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه الجايه. وانا نفسي، يعني انا نفسي كمهاب اخد 4 بطولات من 4 بطولات السنه الجايه، فان شاء الله نقدر نحقق ده. بس ان شاء الله نقدر نركز في بطوله افريقيا الاول، وبعد كده ربنا يحلها حلها. طيب قبل بقى ما رجوعك للزمالك، هل كان جالك عروض فعلا من جلطة سراي في فنربخشة من تركيا؟ جلطة سراي عرض عليا على الوكيل محمد يوسف جو، بس انا ما رضيتش ان انا اروح، علشان انا هو كنت انا اتمنى، يعني لو مش موضوع الزمالك كنت اروح الكوليدج، كنت افضل في موضوع الكوليدج دوت، عشان اكسبيرينس بتاع الكوليدج عاليه جدا وكويسه جدا. فهو يا بيتي يا الكوليدج، لكن اوروبا مش باصلها دلوقتي. طب هل انت في دماغك مثلا لو ربنا كرمك وجات لك فرصه احتراف مره تانية، ايه الدوري اللي انت تحب تحترف فيه، او الفريق اللي انت تحب بعينه ان انت تلعب فيه او تكون موجود فيه؟ يمكن انا مش بتابع دلوقتي، بس نفسي طبعا ريال مدريد. نادي كبير بيلعب في اليورو ليج، فريال مدريد ممكن. طب ولو في الدوري الامريكي في الـ NBA؟ الدوري الامريكي دالاس مافريكس، عشان انا يعني يمكن الايجنت قاعد هناك، فانا دايما على طول بروح NBA جيمز هناك، فيمكن اكون معاهم في الجمهور دايما وبشجع دالاس مافريكس، فالموضوع يعني ممكن دالاس مافريكس. طيب عادك ينتهي المفروض مع الزمالك بعد 4 سنين ان شاء الله. ان شاء الله. طب بعد ال4 سنين لو جات لك فعلا فرصه الاحتراف وفرصه ان انت تجدد عادك مع الزمالك، هتختار ايه وقتها؟ انا عارف ان لسه فاضل 4 سنين، بس يعني هو ده سؤال صعب. هذا سؤال صعب، بس على حسب الموقف هيكون عامل ازاي ساعتها. بس طبعا يعني اي مكان في مصر طبعا بيت الزمالك اولى بيا، وان شاء الله بره برده نادي الزمالك هكون عايز انا اطلع بره عشان احترف. طبعا الاحتراف حاجه كبيره، فان شاء الله يعني لما يجي الموضوع ده انكرر، ما اعرفش دلوقتي. تمام ماشي. طيب الموهبه حاجه، في حاجه تانية بتساعدك ان انت توصل للمكان اللي انت وصلت فيها ديت وانت بسم الله ما شاء الله في سن صغير، ايه حاجات او عوامل تانية ساعدتك في ان انت توصل في المكان ديت دلوقتي في كره السله المصريه؟ من رايي التمرين. من كتر التمرين، يعني احنا كنا في امريكا كنا بنتمرن 3 أو 4 مرات في اليوم، فانت طول ما انت موجود في الجيم دايما انت بتتطور. يعني ما ينفعش، يعني بدل ما انت تكون في الجيم مش هتكون مثلا زي ما انت قاعد على السرير، فالموضوع مختلف. فانا بالنسبه لي التمرين والثقه في نفسك، يعني هي الثقه برده 50% من الموضوع يعني. فالموضوع مش سهل طبعا، بالذات في امريكا. الموضوع باسكت في امريكا في 100,000 لاعب زيك وبيعملوا الحاجات اللي انت بتعملها واحسن منك كمان، فالموضوع مش سهل، لكن انت بالتمرين طبعا بتبقى مستواك في حته ثانيه خالص. طيب انت لو شايف هنا في مصر نقدر نطور اللعبه ازاي بحيث نقدر نقترب شويه، مش هقول لك نبقى زي امريكا، نقترب نبقى من مستوى امريكا، نعمل ايه؟ النظام لازم. في فرق كتير قوي، يعني احنا في امريكا السكادجول بتاعنا في الاسبوع بنعرف من اول اسبوع، يبقى الاسبوع كله يبقى معاك على الموبايل اوريدي. فانا شايف الموضوع دوت لو هنا في مصر النظام يبقى في لعبه كتير قوي، عشان في لعبه كتير قوي في مصر على اعلى مستوى تحترف بره او يجي لها فرصه في NBA. فموضوع النظام ده شويه نهتم بيه في مصر، تبقى الموضوع الرياضه ديت تبقى في حته ثانيه. طب انت لو يعني انت بس بتقول نظام ومفروض في سكادول او جدول معمول ليك من اول اسبوع تبقى عارف انت هتعمل ايه طول الاسبوع ده، هل ده ليه ما تحاولش تنقله للمدربين هنا، او على الاقل لاداره نادي الزمالك يحاولوا يطبقوه على اللعبه؟ هل ده سهل ولا هيبقى صعب؟ سهل، هو سهل، بس انا بتكلم معاهم ساعات، بس الموضوع برضو طالما الموضوع مش روتين فالموضوع صعب ان هو يتعمل دلوقتي. يعني لازم يتعمل من اول سنه، مش من اخر سنه، احنا في اخر السنه دلوقتي. فالموضوع لازم يتعمل من اول السنه لحد اخر سنه، هتلاقي فرقتك نفسها او النادي اللي بيعمل كده في حته ثانيه خالص. طب انت زمايلك مثلا في الفرقه من الحاجات اللي انت اتعلمتها او شفتها في امريكا، ممكن لو كل لاعب هتنصحه بحاجه هتقول له ايه؟ يعني مش لازم كل لاعب بعينه، يعني انت لو بتشوف زمايلك هتنصحهم بايه اصلا باللي انت اتعلمته في امريكا؟ زمايلي هنا؟ لو لعيبه بالاسامي مش لازم تقول اسامي، لو عايز تقول اسامي قول، مش عايز تقول ما تقولش، بس انا افضل تقول اسامي. لا خلاص. يعني بره الموضوع لو انت دايما، يعني مثلا انت مثلا اوف داي دايما اللعيبه بتدعمك ويلا مش مشكله اللعبه الجايه مثلا، لكن هنا بحس ان اللعيبه طالما انت ضيعت يبقى انت كده ما هبدا مش لعيب كويس. فلا يعني طالما انا بضيع او بجيب، يعني مثلا انا بجيب تبقى انا احسن لعيب في العالم، لو انا بضيع انا ما بعرفش امسك الكوره. فالموضوع دوت ما بحبوش برضو، انت بتدعم دايما في الوحش او الحلو،
دي احسن بالنسبه لي بكتير. تمام. طيب نرجع بقى لورا شويه، انت بدات اصلا مارست كره القدم قبل ما تلعب كره سله صح؟ صح. ليه نقلت من كره القدم للسله؟ وبعد كده بقى شويه اسئله تاني برده عن كره القدم، بس عشان نبدا من البدايه يعني. علشان انا عيلتي كلها بتلعب باسكت. انا كنت عايز اطلع مختلف، كنت عايز العب كره قدم. مش عايز ابقى زيهم. فبدات عندي 8 سنين كره قدم هنا في النادي. كان في عدد كتير قوي، كان بابايا ساعات بيجي التمرين مش بيشوفني اصلا في التمرين وانا بجري، فالموضوع كان يعني ما كانش بابايا مش حابه، وكمان بابايا كان مدرب ساعتها، اخويا عندي اخوات اخ توينز، اخويا الكبير برضه كان باسكت، فهم نقلوني الباسكت ومن هنا بدات الموضوع. طيب انت وانت صغير كان بقى ده برضاك ولا انت ما كنتش حابب يعني مثلا؟ لا كان غصب عني في الاول. كان غصب عني، بس انا دخلت تمرين عمال اشوط اجيب، فالمدرب بيسقف لي، فانا حبيت الموضوع اللي هو الدعم من الاول. فبعد كده لقيت الموضوع يعني مش سالك، بس الموضوع مش صعب بالنسبه لي، فكملت في الموضوع. طب تفتكر مين معاك من فريق الكره اللي كنت بتلعب معاهم لو موجودين دلوقتي مثلا، لو لسه مكملين بيلعبوا في الدوري او في دوريات الشباب؟ افتكر ماجد هاني، محمد بيسو، بيلعبوا كره قدم دلوقتي. بس كده، بس ما فيش حد تاني يكمل معاك بعد كده؟ لا مش فاكر، كنت صغير ساعتها. طب ولو انت كنت كملت كنت حاسس ان انت مثلا تبقى فيرست تيم في الزمالك دلوقتي، او مثلا تنتقل لاي نادي في الدوري المصري ولا؟ مش عارف، بس كنت مهاجم كويس وانا صغير، بس ما اعرفش. يعني حتى وانت دلوقتي مثلا ما تحاولش تجرب تلعب كره قدم؟ ما حسحوبك حتى بشكل؟ بنلعب في التمرين ساعات، بس لا انا دلوقتي انا ما بعرفش المسها خالص يعني. طيب خلينا برضو اسالك على ان رقمك القياسي قدام منتخب غينيا 42 نقطه، والماتش ده بالنسبه لك كان عامل ازاي؟ يعني 42 نقطه بالنسبه لنا اعتقد لينا في مصر اعتقد الرقم ضخم شويه يعني، فالماتش ده كان عامل بالنسبه لك ازاي، واحداثه وتفاصيله كانت عامله بالنسبه لك ازاي؟ انا كان نفسي من وانا صغير البس تيشيرت منتخب مصر، يعني حتى وناشئين او كبار كان نفسي العب مع منتخب مصر، فلما جت الفرصه ما كانش ينفع ان انا اعديها كده، مع ان احنا ما صعدناش كاس عالم ساعتها، بس احنا كلنا كتيم عملنا بطوله حلوه، يعني بطوله كويسه جدا، كان عندنا ظروف، كان عندنا 9 لعيبه عندهم كوفيد. فالموضوع دوت اثر علينا بشكل غير طبيعي. بس احنا ما صعدناش كاس عالم ساعتها، بس عملنا بطوله كويسه قوي في مصر. طب الماتش ده نفسه بالتحديد بقى، الماتش ده كان بابايا قاعد في المدرجات ساعتها، وانا كنت طبعا قبل ما ببص على بابايا وانا عايز افرحه طبعا ببص على التيم الاول. بس انا ساعتها كسبنا وفرحت التيم وفرحت بابايا، فدي اكتر حاجه بتخليني فرحان ان انا افرح اهلي وافرح التيم بتاعي، فاهمني؟ بس ف 42 بون طبعا سكور كان اعلى سكور جبته في حياتي. بس الماتش ده كان مختلف بالنسبه لي. ليه؟ علشان كان اول ماتش العب مع منتخب مصر، كنت متحفز زياده قوي. انا فاكر الماتش ده لعبت كله كويس، ما عملتش ولا غلطه وغلطتين. يعني من النادر انت تلاقي لعيب عمل غلطه وغلطتين، طبعا اي لعيب بيلعب كتير، كنت ساعتها لعبت 35 دقيقه في الماتش، يعني اي لعيب بيلعب كتير تلاقي مثلا عمل 2 تيرن اوفر، فالموضوع دوت ما كانش موجود في الماتش ده، عشان كده الماتش ده كان مختلف شويه. طيب خلينا برضو بقى لو مثلا اسالك بمناسبه ان انت في تحديات، هل في كان مثلا مباريات ثانيه شفت فيها تحديات بالنسبه لك ان انا لازم هنزل اعمل حاجه معينه، او ان في حد بيتفرج عليا فانا لازم هكسر رقم معين او هلعب بطريقه معينه؟ ماتشين نهائي بطوله افريقيا، وماتش في بطوله افريقيا مع منتخب كنا بنلعب السنغال. عشان كنت انا ام بي اكاديمي في السنغال، هم كانوا حافظين اللعب بلعب ازاي. هم كانوا فاكرين انا مش هحط يعني مش هلعب كويس. لكن انا حط ساعتها 31 بونت او 32 بونت في الماتش ده، وكسبنا السنغال، لان يعني منتخب السنغال ده في 5 اسطول لعيبه دلوقتي كانوا بيلعبوا فيه، لعبوا بروفيشنال، لعبوا في جولد ستراي واليورو ليج وكده. فالموضوع كان برده ما كانش سهل بالنسبه لي. نهائي بطوله افريقيا انا فاكر الماتش ده كنت متوتر جدا، وانا ساعتها كنت هبدا الماتش، رحت لعمر الشباب الماتش. فسالته يعني قال لي لا ما تتوترش، وساعتها يعني هو ساعات اما حاجتين، التوتر ده بيجي معاك بحاجه كويسه يا يعني بحاجه وحشه جدا. طبعا هو جه معاك بحاجه كويسه انا فاكر. فالحمد لله الموضوع برده كان مختلف، عشان الحاجات دي بتخلق شخصيتك في الملعب.